السلام عليكم. محمد بن أبي بكر هو خاء. السلام عليكم. أعرف 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 يعني السلام عليكم. ينتهز أي فرصة ليسب الصحابة هذا الشرير المفسد. السلام عليكم. وعليكم السلام، ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. ما فيش مشكلة. السلام عليكم يا أيوب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. حيا الله أخونا أيوب، ويجعلنا وإياك من الصابرين كما صبر نبي الله أيوب عليه السلام. يا رب يا رب. سماحة الشيخ، فضيلة الشيخ، حياكم الله. من هو خال من هو خال المؤمنين؟ هل هو محمد بن أبي بكر أم معاوية؟ لماذا لا يكون محمد بن أبي بكر ذلك المؤمن المجاهد بين يدي علي بن أبي طالب هو خال المؤمنين؟ أما السؤال الثاني يا فضيلة الشيخ، لماذا شيوخ وقنوات التابعة لمعاوية بن أبي سفيان تظهر على أن عائشة كانت تمارس رضاع الكلب؟ غفر الله لنا ولك. أيوه نعم نعم طيب أختنا أمة الله. نعم نعم. ماشي. ورد في فتح المنعم في شرح صحيح، في شرح صحيح مسلم لموسى شاهين لاشين الجزء الخامس صفحة 622 أنه قال أنه يدخل عليها الغلام الأيسع، وكانت عائشة رضي الله عنها ترى أن أرضاع الكبير يحرم وأرضعت غلاما فعلا وكان يدخل عليها، فهل كانت عائشة ترضع شباب قريش؟ هل يجوز ذلك أن تعطيهم الحليب من صدرها؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فهذا رأي رأته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها واجتهدت وجانبها الصواب، وهي بشر، هي بشر اجتهدت وجانبها الصواب، بارك الله فيك، ونحن بشر. أما العصمة فليست لأحد إلا للرسول عليهم الصلاة والسلام. السلام عليكم. السلام عليكم. اسمع يا الجدع، ها شلون تعاد الشيعة، ها شلون تعاد الشيعة أمك ترضع بس كبار، 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 شلون تعاد الشيعة اللي بالمعالك ما كانوا عليها الزيت جعبا كان، ما كان بطران ويسولف كان، ولك يا كان والكانون ميه.